السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم اختبار لمادة العلوم للصف السادس الفصل الدراسي الأول. يوضح الشكل التالي صورة لأعضاء جسم الإنسان. ما اسم الأعضاء المشار إليها بهذه الرموز؟ عندنا هنا A المشار إليها بالرمز ماذا؟ الرئتين، هنا الرئتين، وهنا الدماغ، وهنا المعدة، وهنا القلب. فالإجابة هي ماذا؟ الإجابة جيم. أصل بين رمز العضو والجهاز الذي ينتمي إليه. عندنا هنا الجهاز التنفسي، وهنا في بي الجهاز الدوري، وسي الجهاز الهضمي، ودي الجهاز العصبي. رمز العضو الذي يقوم بخلط الطعام بالعصارة الهضمية هو سي، وهو الجهاز الهضمي. ماذا تتوقع أن يحدث في جسم الإنسان إذا توقف العضو الموضح في الشكل المقابل عن العمل؟ طبعا لن يستطيع الجسم تخزين الطاقة، ولن يستطيع الجسم التخلص من المواد السامة. الشكل المقابل يوضح أحد أجهزة الجسم من خلال الشكل. أجب عن الأسئلة: ما اسم العملية في الشكل A؟ وش اسم العملية في الشكل A؟ اسم العملية في الشكل A هي الشهيق. فسر إجابتك، لأن الهواء في الشكل A يدخل إلى الرئتين، العضو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم هو ماذا؟ هو الدم. الآن ننتقل إلى هنا. أكمل المخطط السهمي لتوضيح مسار ثاني أكسيد الكربون. عندنا أولا الدم، ثم الرئتين، ثم القصبة الهوائية، وأخيرا الأنف. السائل الأحمر الذي يتدفق في جميع أنحاء الجسم يعرف بالدم. من خلال التمثيل البياني، ما هو الحيوان الذي لديه أسرع دقات القلب؟ هو دي. أرسم العمود E. نرسم العمود E 150. من خلال التمثيل البياني، رمز الحيوان الأكبر هو ماذا؟ رمز الحيوان الأكبر هو A. يقوم سالم بالقفز بالحبل. ماذا تتوقع أن يحدث بعد مرور 10 دقائق القلب؟ طبعا تزيد. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا.